هلا اول شيء اسم التجربه، توصيل الرباعيين سواء على اول شيء التسلسل، رح تجميع الرباعيات، تجميع الرباعيات، تغذيه من الدخل وفتح الخرج. وش رح نوصلون على التسلسل؟ نوصل خرج الرباعيات مشان يعطيه هن اثنيناتهم 155، يعطونا 210 عفوا. رح نوصل اول شيء الرباعيات، بعدين بنوصلهم على المقاييس. هذا رح نكون وصله. طيب هلا احنا للاسف بلشنا بالخرج، احنا كونه بدنا نفتح الخرج رح نوصله على مقياس فولت على التفرع. هلا الدخل ناخذ من المولد على الامبير، من الامبير نرجع الرباعي، من الرباعي نرجع على المولد، وبناخذ فولت على التفرع. ناخذ معه فولت على التفرع. طيب هلا هيك صارت اول تجربه جاهزه. اول شيء متاكد انهم شغالين، نشغل نعطي 220 في غلط. بلى مقاييس مش شغال. ايه بتذكر الغلط تبع الملفات، تبع النقطه تبع الملفات. طيب انا نعطي 220 هون، صغرنا المقياس. انا اعطي فولت هون 2000 فولت. تمام. هلا بدك تشوف هاي النقطة تبع الملفات، هذا واصل هاي مع هاي، مع واصل واصل هاي مع هاي، توصل هاي مع هاي، انت وصل. لا لا لحظة شوي، لحظة دي بالك شغال 220. تمام تمام هيك. هلا هدول الرباعيين نحن عم نشتغل فيهم للاسف ملفوفين بالعكس، فاللي صار انه غيرنا نقاط الدخل مع الخرج، بالنقاط الخرج بس بين 55. طيب هيك صغر، فطلع معنا النتيجه دخلنا 220، بس دخلنا 220 طلع معنا ال اي 1 او سي 71 ملي امبير، والخرج 113 فولت. هلا رح نغذي من الخرج ونفتح الدخل. تغذية من الخرج وفتح الدخل، هذول طيب هلا هون هذول اثنين هون عدوا سلسل. تماما. لا هدول اثنين على فكره مو هون. وين لك؟ نحن اتفقنا انه هي نقطه التسلسل. طبعا من هاد لهاد، من هاد على الامبير ومن الامبير على المولد. طب هيك طيب لحظه شو هاد راح على الفولت؟ ايه شغل 110 نظام الشغل. طيب هلا تجربة خذ قيام، تجربة التغذية من التغذية من الخرج وفتح الدخل. احنا بس قلبنا التغذية، التغذية قلبناها للخرج ورجعنا المقياس الفولت حطيناه على الدخل. طلعت معنا احنا اول شيء فوتنا 110، طلع معنا ال اي 2 او سي 143 ملي امبير، والخرج 220 فولت. ماشي طيب ادفع.